جوج ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اخوتي اخواتي في قناة رشيد تمازيرت. اليوم ان شاء الله جبت واحد الفكرة غادي نشاركها معكم، وانتم راه غادي تكونوا ان شاء الله غادي تقيموا فيديوهات الاغاني الامازيغية. كل سيمانة غادي ندير مسابقة ديال توب 10 الفيديوهات، انتم غادي تصوتوا كما العادة على الفيديوهات بواحد وجوج وثلاثة وأربعة وخمسة. المهم الفيديو اللي عجبكم غادي تصوتوا بالرقم ديالو، وإن شاء الله غادي نبقى ندير هذه كل يوم اثنين، غادي ندير هذه المسابقة كل يوم اثنين، والنتيجة غادي تكون أسبوع كامل أنتم كتصوتوا إن شاء الله. مرحبا زارون أيت مادي ستماغر قناة الرشيد تمازيرت. إن شاء الله تضرب ديال الفكرة تخصص تينو مادام أنت إن شاء الله هي الفيديوهات 10 الفيديوهات من انت قال نزلان دمازيغ خويان خو مزيا 10 والدور تختار ميان نزلي باش تصوت معايا غيفون نيت ان شاء الله. كل ما صوت غير في زلان ار اسفني ان شاء الله ما تفهمك النتيجه لي فيديو، ولكن تصوت دمايلي غيفون ان شاء الله. نتمنى الخير التوفيق والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.